باريس سان جيرمان عروضه القوية وحقق فوزه الخامس تواليا، وجاء هذه المرة على حساب مضيف ميتس بخمسة أهداف لواحد في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لينفرد مؤقتا بالصدارة. صراع القمة والقاع العنوان الأبرز لمواجهة فريقين لم يعرف أحدهما الخسارة فيما لم يذق الثاني طعم الفوز. باريس سان جيرمان حل ضيفا ثقيلا على ميتس في مباراة الظهور الأول لنجمه الجديد كيليان مبابي. المباراة بدأت بلا مقدمات بهجمات متلاحقة قادها مثلث الرعب الباريسي نيمار مبابي وكافاني، هجمات شكلت خطورة متواصلة على مرمى الياباني كواشيما، غير أن الدقائق مضت دون أن تتغير لوحة النتيجة. وكان كافاني قريبا من هز الشباك لكن القائم أعاد كرته. أصحاب الأرض أرادوا الوقوف في وجه ضيوفهم معتمدين على سلاح الكرات المعكوسة التي كادت تصيب مرمى أريولا قبل أن تجري الرياح بما لا يشتهي لاعبو ميتس، بعد أن تمكن كافاني من افتتاح باب التسجيل إثر تمريرة تخصصية من نيمار. هدف لم يهنأ به أبناء أوناي إمري كثيرا، فسرعان ما أدرك إيمانويل ريفير التعادل لميتس. لكن الفريق تلقى صدمة في الدقيقة 56 بطرد آسوا إيكوتو بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على مبابي. بعدها سارت المباراة في اتجاه واحد، ضغط متواصل وفرص مهدرة خاصة من جانب كافاني قبل أن يأتي موعد مبابي مع هدفه الأول بألوان البي اس جي بهذه الطريقة. بينما كرة خطيرة هدف انهار بعده كل صمود ميتس ليتلقى ثلاثة أهداف متتالية بدأها نيمار بتسديدة أعلنت عن الهدف الثالث، ثم أضاف كافاني هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه. بعدها ترك مكانه في الملعب ليحل البرازيلي لوكاس مورا بديلا له، حيث تولى عزف لحن الختام بإضافة الهدف الخامس. نتيجة أمنت صدارة باريس سان جيرمان وطمأنت جماهيره قبل الرحيل إلى اسكتلندا لمواجهة سيلتيك في مستهل مشوار أمجد البطولات الأوروبية يوم الثلاثاء المقبل. وعقب المباراة أعرب الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن سعادته بظهوره الأول مع باريس سان جيرمان، مشيدا في الوقت ذاته بنجم الفريق نيمار. أنا سعيد جدا بهذه المباراة الأولى، ومن الممتع أن ألعب مع هؤلاء النجوم الكبار. هو انتصار باهر ونعود بثلاث نقاط إلى باريس وهو الأهم. نيمار هو مثل أعلى ومن سهل أن ألعب معه، لدي إعجاب كبير به، ودائما كنت أقول أنني آتي لمساعدته حتى يلعب بكل راحة. هذا سيكون ملعب واليانز ريفيرا.